اللي عم تشوفوه قدامكم منو تشوكلت كيك عادي، هيدا كيك شوكولا محشي بحشوة التشيز كيك مع الرازبري، وطبعا وجهه راح يكون غرقان بالشوكولا كمان. وصفة واختراع عن جد كتير طيبة، وبنفس الوقت شكلها مرتب، والأهم انه طريقة تحضيرها مش كتير معقدة، وانا اكيد انه رح تنجح معكم من اول مرة ورح تجربوه ورح تدعولي. تعالوا نحضرها سوا. رح نبلش اول شي ونحضر لحشوة التشيز كيك، وبقلبجات نضيف رح نحط علبتين من الجبنة الكريمي، علبتين صغار كل وحدة 180 جرام، رح نخفقهم شوي حتى نطريهم، ورح نجي نضيف عليهم ربع كباية من السكر، بيضة وحدة بحرارة الغرفة، معلقة صغيرة من الفانيلا، ومعلقتين كبار من كريمة الحلويات او الهافي وبين كريم، ورح نضيف كمان نص معلقة كبيرة من النشا وبرش حامضة او ليمونة، ورح نخفقهم كلهم سوا كتير منيح حتى نحصل على خليط كتير ناعم مثل خليط التشيز كيك، وبنحتفظ فيه على جنب حتى نكون حضرنا خليط كيك الشوكولا. لخليط الكيك رح نبلش اول شي وبجات نضيف رح نكسر 3 حبات من البيض بحرارة الغرفة، رح نجي نضيف عليهم كباية ونص من السكر، فيكن تحطوا شوي اقل من السكر بس صدقوني بيتحمل كباية ونص، وعنا كباية من الحليب رح نضيف لها معلقة كبيرة من الخل ونخليها شوي على جنب حتى تتحول لباتر ميلك، واللي رح تعطي طراوة للكيك غير شكل. بنبلش اول شي وبنخفق البيض مع السكر كتير منيح حتى يتضاعف حجم هذا الخليط، وبنفس الوقت يصير لونه فاتح مثل ما عم تشوفوا قدامكم، وبنرجع بنضيف عليه معلقة صغيرة الى معلقة كبيرة من الفانيلا، وبنضلنا عم نخفق. للمواد الدهنية رح نحط نص كباية من زيت النباتة ونص كباية من الزبدة بحرارة الغرفة، اجمالي الكمية بتكون كباية نصها زبدة ونصها زيت. بنرجع بنضيف الحليب اللي تحول كباية الحليب اللي تحولت لباتر ميلك، وشوي من النسكافيه شي نص معلقة صغيرة من النسكافيه، وبنخلطهم كلهم سوا كتير منيح. للمواد الجافة رح نحط كبايتين وربع من الطحين، نص كباية من الكاكاو البودرة، معلقتين صغار من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من البيكنج صودا. مثل العادة اللي ما عنده بيكنج صودا شو بيعمل؟ بيحط محلها البيكنج باودر، واكيد رشة من الملح اقل من ربع معلقة حتى توازن الطعمات، ورح نرجع نخلط هالمكونات كلهم سوا كتير منيح حتى نحصل على خليط كيك ناعم جدا. واخر شغلة بدنا نحضرها هي الفواكه، رح نحطها جوا بقلب الكيك كمان. انا عم بستعمل الرازبري، فيكن انتو تستعملوا الفراولة، فيكن تستعملوا البلوبري، اي نوع فواكه بتحسوه بيلبق فيكن تحطوه. انا كان مساقب عندي باقي شوي من الرازبري بالفريزر شي كباية تقريبا، برشت شوي من الحامض او الليمون على وجههم وحطيت لهم نص معلقة كبيرة من الطحين وقلبتهم كلهم سوا كتير منيح. بس برجع بقلكم انتو فيكن تستخدموا اي نوع فواكه تاني، وبنفس الوقت حتى اذا ما بدكم فيكم ما تحطوا فواكه ما بيأثر. ولحتى نجهز قالب الكيك المبخوش من النص والقياسه تقريبا 25 سنتي، رح ندهنه بالبيكنج سبراي او بالزيت. بنرجع بدنا نوزع بقلبه نص كمية خليط الكيك اللي حضرناه، منخلي النص التاني على جنب هلا نشوف كيف رح نرجع نستخدمه. ومن بعدين خليط التشيز كيك او حشوة التشيز كيك اللي حضرناها كمان بدنا نحطها بقلب النص، رح نحط نص الكمية، شوفوا كيف عم حطها بنص القالب، ما بخلي الخلطة تجي على الاطراف حتى ما تطلع لبرا وتلزق عنا وتحترق. والفواكه كمان او الرازبيري برجع بوزعهم فوق الخليط الابيض مثل عم تشوفوا، دايما عم بشتغل بالنص، والكمية الباقية من التشيز كيك واللي هي النص التاني برجع بوزعها فوق الطبقة تبع الفواكه. وهلا بالمعلقة اللي بنستعملها للأكل بصير ناخد معلقة معلقة من خليط الكيك اللي باقي عندي، وشوف كيف بصير وزعه شوي شوي من جوا لبرا من جوا لبرا حتى غطي كل الكمية اللي باقي عندي. يعني مش مثل ما عملنا أول مرة بسباتولا وزعنا الخليط، لا لازم نحطه معلقة معلقة ونغطيه كلياته حتى نتأكد إنه كل وجهه تغطى. بنرجع بنعطيه للقالب خبطتين ثلاثة على الطاولة، وراح نفوته على فرن حامي من تحت بس على درجة حرارة 180 لمدة 35 دقيقة، وبنرجع بنخفض الحرارة لل 150 ورح نخليه بعد تقريبا 30 دقيقة زيادة. عادة الكيكس بنحضرهم بيستووا معنا بتقريبا 45-50 دقيقة، بس هذا الكيك بده تقريبا ساعة ساعة وخمس دقائق حتى يطلع معكم مثل ما عم تشوفوا قدامكم. ومن بعد ما الكيك انخبز عنا وطلعناه وتأكدنا انه قلبه ناشف، رح نخليه على جنب حتى يبرد شوي، وبهذا الوقت نحن شو رح نحضر لقناش الشوكولا، واللي هو بكل بساطة خليط بين الشوكولا والكريمة كريمة الحلويات نص بنص. وهذا قالب الكيك من بعد ما قلبته شوفوا منظره ما احلاه، ما في شيء ملزق من جوا، وبنرجع اكيد بنقطعه وبنستمتع فيه. هلا في ملاحظة، هذا الكيك كتير طيب يتقدم هو وبارد، فيستحسن تخلوه بالبراد تبردوه قبل ما تقدمه، بيطلع طعمته كتير اطيب، بس انا لانه كنت مستعجل وكنت عم صور فقدمته وبعده سخن، يعني عم تشوفوا اللهبة تاعيته بعدها عم تطلع من قلبه، بس الشطارة بالوصفة انه حتى هو ونار ما فرط معي. وطبعا ما تنسوا تغرقوا له وجهه بصوص الشوكولا اللي طعمتها غير شكل، وصفة انا اكيد رح تحضروها ورح تدعولي ورح تشوفوا حالكم فيها قدام ضيوفكم، خصوصي هلا مع فترة الاعياد وراس السنة. بتمنى تكون نالت اعجابكم وتجربوها وتعطوني رايكم فيها، وصحتين والف عافية على قلبكم جميعا.